ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين في الفقرة التانية من برنامج صالون الصحة والجمال على قناة الصحة والجمال. ومعايا في فقرتنا ديت دكتور شريف العماري، باحث في الأسرة المصرية. كل الأسر المصرية في ظل الموضوع اللي احنا فيه كورونا، معظم الأسر في البيت، نادر جدا لما رب الأسرة بينزل أو بيروح شغله. طبعا كنا في أجازات عيد وخارجين من رمضان وأجازة العيد، بيحصل احتكاك في الأسر بين رب الأسرة والأم ورب الأسرة والأولاد. في بيبقى أب بعيد عن أولاده لمدة كبيرة جدا، كان شغله واخده ما بيقعدش مع الأولاد، وفجأة لقى أن الأولاد كبروا، مفاهيمهم اختلفت، عقلياتهم اختلفت. لما قعد معاهم شاف أن في بعض الاختلاف بين فكره وفكر هؤلاء الأولاد، شاف أن ابنه اللي هو ما بيشوفوش إلا رايح بس داخل البيت قدامه، مفيش حوار بينهم. لما ابتدى الحوار بين الأب وابنه، الأب فوجئ بأن حوار الابن بيختلف عما هو كان متوقع خالص. شاف أن البنت كلامها مختلف عما هو كان متوقع خالص. ابتدى بعض الآباء بيجيلهم صدمة، أنا ابني إزاي كده؟ أنا بنتي إزاي بتتكلم بالطريقة ديت؟ أنت فين؟ كنت فين لما الولد بيتكلم بالطريقة دي؟ بيبتدي يعاتب الأم، انت كنت فين وازاي سبتيه ان هو يتكلم كده وازاي سايباها هي بتعمل كده؟ وابتدت مشاكل تظهر داخل الاسره. يعني احنا بنحاول نحل مشاكل الاسره في ترابطها، ابتدى الاب يلاحظ بعض المشاكل اللي هو بتطرق على الاولاد من طريقه الكلام، طريقه التعامل، طريقه انه يقعد ازاي قدام والده. ما هو كانش بيشوفه الاول، هو كان في شغله والولد كان بيبقى بره في كليته او مدرسته وبيبتدي يرجع. ابتدى لما حصل التقارب في الأسرة ابتدى يحصل الصدام في الأسرة. حول هذا الصدام هيكون موضوع حلقتنا النهاردة، ومعانا دكتور شريف العماري عشان يكلمنا ويقول لنا الصدام ده بيحصل ليه وازاي نبتدي نحاول حلول بسيطة على أساس نفك هذا الاشتباك بين الأب وأولاده. أهلا بيك يا دكتور شريف. أهلا بيك يا أستاذ. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك بخير. خارجين من رمضان والعيد، وحصل بقى في العيد ورمضان يعني الناس كانت قاعدة في البيت، مفيش صلاة تراويح، فكانت الناس ممكن بتقوم بتصلي مع بعض، الأسرة مع بعض يصلوا تراويح، بيذكروا قرآن، بيقروا قرآن في البيت، بيبتدي بعض العادات اللي مفيش عزايم بقى خلاص، فابتدت الأسرة تتجمع كل يوم. نعم. من رمضان للعيد لقبل رمضان بشوية، وفي لحمه كده في الاسره وفي تجمع في الاسره. بعض الاباء شافوا ان اولادهم لما ابتدوا يحتكوا بيهم وهم في مراحل مختلفه، مرحله المراهقه او الشباب، ابتدى لقى ان الولد بيتكلم معاه بطريقه مش هي، ابتدى يحصل صدام بين الاب والابن، ابتدى يحصل صدام بين الاب والزوجه. انت كنت فين لما ابنك بيتكلم بالطريقه دي؟ انت اللي موجوده في البيت. ممكن الام تكون ربه بيت او الام بتشتغل، فابتدى العتاب على الام اللي هي ربه البيت، انت ازاي ولادك سايباهم كده؟ انا طول النهار بره، انا ببقى بشتغل وبرجع بالليل، ازاي الولد يتكلم بالطريقه دي؟ انت حضرتك اكيد طبعا في بيجي لك مشاكل عن الاسره المصريه عموما، وبيجي لك بعض المشاكل من الاباء والابناء والامهات والبنات، وبيحكوا لك بيقولوا لك ان بعض في اب بيقول لك ابني عنده مشكلة في كذا، بنتي عندها مشكلة في كذا. طيب المشكلة اللي احنا فيها دلوقتي، ودي في جانب كبير جدا من الأسر المصرية، ومش عايزين ان احنا نحط راسنا في الرمل وما نبصش وما نشوفش الحلول، لا احنا عايزين نواجه المشاكل دي كلها، وعايزين نتكلم ونقول يا جماعة في مشكلة في حل للمشكلة دي. ان شاء الله. شايف المشكلة دي ازاي؟ تفسيرها عندك ايه ورؤيتها عندك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك. الله يخليك، شكرا. ولمشاهدينك الكرام، وجزاك الله خير انك بتلقي الضوء على حل المشكلات الاسريه والاجتماعيه، تساعد المجتمع في النهوض وخروجه من المشاكل ان شاء الله. هو طبعا بدايه تجمع الاسره بيكون في الغالب بالاتفاق والترتيب. يعني تجمع الاسره في ازمه الكورونا ده مش اول تجمع للاسره. لا، بيحصل تجمع في الرحلات على سبيل المثال. الاب بيبقى طول السنه مشغول، ما مش متواجد في البيت بصفه دايمه. يوم أجازة أحيانا بيكون في صلة رحم، أو يعني ما بيكونش برضو قاعد طول اليوم في البيت، ده الغالب يعني. تمام. إنما في وقت من السنة بيخرجوا مثلا يطلعوا رحلة مع بعض لمدة أسبوع، بيتجمعوا كله وما بيحصلش مشاكل في الغالب. ليه؟ عشان في ترتيب.
وفي جدول هينفذوه خلال هذه الرحلة. الفارق بين الرحلات والفارق بين أزمة كورونا أو الفارق بين الرحلات وأجازة العيد مثلا، أجازة العيد العادية اللي بيجمع فيها الأسرة، إن أزمة كورونا مفاجأة وأزمة كورونا فيها ضغط نفسي محدش يقدر ينكره أستاذ. تمام تمام. فالاتنين دول هما اللي بيفجروا المشكلة بين الأسر. ومش هنعمم يعني، في بعض الأسر نجد بنفسها بعض الأسر اللي هم إيه طبعا عندهم عقلية متنورة ومتعلمين أو عندهم متفتحة وعي شوي. عندهم وعي ثقافي. تمام تمام. إنما الأغلب للأسف حصل فعلا فيها انفجار نفسي من الأزمة والضغط النفسي اللي موجود. طيب ده السبب الرئيس إن في ضغط نفسي على الناس مش واخدين على الحبسة دي. والمدة طالت وقد تطول، وبنسمع أخبار أحيانا بتكون محزنة إن حد من الأحباب أو من الجيران أو من الأصدقاء أصيب. كل دي عوامل ضغط نفسي ممكن تعمل مشكلة في البيت. بالإضافة إن اختلاف الثقافة الكبير في سرعة التكنولوجيا اللي حاصلة ما بين الأبناء وما بين الأب، يعني في أب يقولك أنا ما أعرفش حاجة خالص في السوشيال والمواقع، يعني يخش كده يسلم على ناس ولا حاجة بس، إنما الابن يعتبر يعني شبه متقدم عنه وبكتير. فعند الابن ثقافة سريعة ومتطورة عن الأب، يتكلم في حاجة الأب مش فاهمها. والأب النهاردة بقت أوامره كتير لأنه قاعد مدة طويلة. عينه بتقع زي ما حضرتك تفضلت وتقرمت، بتقع على سلبيات كتير في يوم واحد. الأول كان متفرقة، يوم يشوف كذا يوم ما يشوفش كذا، دلوقتي بقت كلها مرة واحدة. فهنا أنا بصراحة يعني بحمل المسؤولية على الأب نفسه. ليه؟ لأن المفاجأة الأساسية اللي حصلت وجود الأب بصفة كبيرة في البيت. يعني أنت بتحمل دلوقتي الأب بصراحة. هو المسؤولية. ليه؟ لأن اللي هو شايفه ده أصلا موجود من الأول مش جديد، بس هو ما كانش بيشوفه بالطريقة الحديثة دي. بالطريقة المفاجأة دي، ما بيشوفوش بالطريقة الطويلة المدة الطويلة دي. فهنا حتى في عند المجتمع العربي يعني ما يحبوش قعدة الراجل في البيت، وبيطلعين عليها أمثال، يعني بيقولك إنه بتجيب نكد وكلام زي كده. ليه؟ عشان اللي حضرتك ذكرته، إنه هو لما بيقعد فترة طويلة في البيت بدون ترتيب، يعني مش قاعد عامل مفاجأة، مش قاعد طالع رحلة، قاعد بدون ترتيب، يعني قاعد من الشغل فجأة غصب عنه فعينه بتقع على سلبيات وانتقاداته غير الأم. سبحان الله. ربنا جعل للأم سعة صدر وان هي عندها ليونة اكتر من الاب. فبتقدر تدير المشاكل دي بسهولة وتعدي. هو بيبقى نسبة الصدام عنده اقوى، زائد الضغط النفسي طبعا ما نقدرش ننكره، يعني هنكون في صفه في مسألة الضغط النفسي، لكن هنكون محملين العبء عليه مش ضده، محملين العبء عليه هو في مسألة إدارة المشاكل اللي بتحصل خلال وجوده الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية، لأن احنا لسه برضو لابد نكون عندنا استعداد تام لمواجهة الأزمة لحد ما تنتهي إن شاء الله. كلنا نتكاتف إيد واحدة. طيب ازاي تتحل وايه السلبيات اللي حاصلة اللي انا اتعرضت علي؟ الناس دلوقتي استاذ هاني حقيقة يعني علشان وعيهم ضد مكافحة الميكروب ده، يعني كان طبعا الحمل كله على وزارة الصحة في الاول. تمام. دلوقتي وزارة الصحة عليها ضغط كبير جدا جدا، والمستشفيات تقتص من الحالات. وفي دكاترة نفسهم أصيبوا بالمرض ورحمهم الله من توفي منهم رحمه الله، ونحسبه ان شاء الله شهيد عند الله. فاحنا هنا بقينا بيوتنا كلها لازم تبقى مجهزة لهذا الامر. فالموضوع مختلف. فأنا شايف من السلبيات الأساسية اللي بتحصل في البيت خلال هذه الأزمة عدم الاحتراز في الدخول والخروج في البيت. يعني الناس المثقفة المتعلمة اللي بيبقى معاهم المطهر بيستخدموا بره ويستخدموا قبل ما يخرجوا، إنما في رجوعهم أحيانا بيهمل. أنت جاي مسكت مفتاح وفتحت ومسكت أخرة الباب ودخلت قفلت، انت ما ينفعش تخش على اهل بيتك على طول او تخش على اخواتك الولد والبنت، لا، المفروض تخش تطهر نفسك تاني. واخدها؟ فدي بتتنسي كتير. فمن وعي الاب والام اللي موجودين في البيت انه يقابلوا الولاد على الباب او اللي يقابلوا جاي من بره على الباب، ويحاولوا ان هم يعقموه زي ما بيقولوا كده ايه وهو داخل. دي سلبيه من السلبيات الرئيسه. كذلك الزيارات، حصل زيارات في العيد يا استاذ هاني حقيقه، حصل زيارات اكيد برضه، وحصل عدوى. دي حاجة يعني حاجات عرضت عليا، حصل عدوى وحصلت منها مشكلة، ان الزيارات دي لما حصلت العدوى ما بقوش عارفين جايالهم من الزائر
ولا جايه من اللي هم ابتدى حصل يعني الزيارة سببت مشاكل بين الناس، سببت مشاكل. عارف حضرتك بقى عشان بس ابين لك كم الخطورة، الاسرة اللي اتزارت دي عددها 5 افراد واللي زاروهم عددهم 5 افراد، ادي 10، ادي 10 افراد، واخد بال حضرتك؟ الخمسة اللي خرجوا اللي هم كانوا في الزيارة كل واحد فيهم قابل حد لازم كله يتحذر. طب احنا حصل عدوى، العدوى دي عنده او عند اللي كان بيزوره، ممكن يبقى حامل الفيروس وما يتاثرش بيه وينقله لغيره، لازم كل دول يحصل لهم يعملوا حجر لنفسهم صحي لمده 15 يوم، زي ما طبعا الوزاره قررت ان 15 يوم دول بيبان فيها المرض اوله من اخره، لمده 15 يوم عشان كده. فحصل بصراحه زيارات عند الناس كلها، والله ربنا يسلم يا رب ان شاء الله. فهنا يبقى التعقيم في الدخول والخروج ده امر مهم جدا جدا جدا، ثم اداره المشكلات اللي بتحصل في البيت من الاب باسلوب سياسي يحط محل نظره ان احنا في ازمه نفسيه، ولازم كلنا نبقى رحماء ببعض في الموضوع ده في المواصلات. الناس اللي بتركب مواصلات حتى او عامله طبعا احتياطاتها، احنا في ازمه نفسيه، ناس خايفه وفي ناس ضعيفه عندهم الوهم شد عليهم خالص. وطبعا مساله الوهم دي الدكاتره حذروا منها وقالوا ان النفسيه مهمه جدا في النهوض من الازمه دي. طيب في نقطة مهمة جدا، شايف ان معظم الناس مشغولين بالتعقيم وكورونا وحاجات كثيرة جدا بتخص حديث الساعة بتخص الفيروس، ولكن في نفس الوقت الناس نسيت ان في امتحانات ثانوية عامة. فعلا امتحانات ثانوية عامة مش هتقدم لها بحث، امتحانات ثانوية عامة انت هتروح تمتحن بايدك، الامتحان الوحيد. الجامعات كلها قدمت بقى ابحاث. طيب يعني معنى كده المراحل التعليميه الاعداديه والابتدائيه قدمت ابحاث. تمام، يعني معنى كده ان الثانويه العامه الطالب او الطالبه هينزل وهيخالط وهينزل لجنه وهينزل يقعد في ديسك عشان يمتحن. أيوه. وهيبقى زميله جنبه او زميلته جنبه، يعني هيبقى في برضه، مش عايزين برضه نخبي ونقول ان هيبقى في اختلاط اكيد، ولكن الدوله بتقول اكيد هتعمل تدابير احترازيه في المدارس وهتبقى في تعقيم للمدرسه وللجان وكل دوت، ولكن الثانويه العامه على الابواب زي ما بنقول خلاص، هم في اخر 6 بيتهيألي يعني 21 محددينها، والله اعلم ممكن تاجل او لا. طيب ايا كان الوضع، هتتاجل الثانويه العامه او هيمتحنوا الطالب او الطالبه بتاع الثانويه العامه، احنا بنقول في ضغط نفسي في البيت واهمله يا استاذ، هو طب هو يعني اهمله مش بارادتهم، هو من الضغط النفسي، وكل الاب والام انشغاله في ان هو ازاي يحافظ على اولاده، والدروس بقت اونلاين، والدروس اونلاين ومفيش ولد بيروح سنتر ولا يا خلاص السناتر قفلت وهيشتغل على الاونلاين بالزبط. لازم يبقى في نت في البيت، لازم ان هو من خلال النت يحاول ان هو يشوف الدروس بتاعته، والجو يبقى مهيئ، الجو مهيئ. الاب عليه ضغط نفسي زي ما قلنا في اول الحلقه، ممكن يكون الاب من الناس اللي هم فقدوا عملهم، ودي مشكلة كبيرة جدا طبعا. عندي ابني في الثانوية العامة وانا الشغل بتاعي استغنى عني، فهنا البيت بيبقى ملتهب. نعم حقيقة، منين هعمل لولادي ابني اللي هيمتحن في الثانوية العامة دوت، ومنين ان انا هقدر ان انا اجيب مصاريف للناس دي كلها؟ ففي ضغط نفسي عندي رهيب جدا في الوضع محتدم في الأسرة. اكيد الابن والاب، الابن عليه ضغط نفسي من الثانوية العامة، وان هو مش في الطبيعي ان هو دروس اونلاين، هو واخد لانه بينزل السنتر ويروح الدرس ويرجع والمدرس بيجي او بيروح المدرس، الدروس مكثفة، النهاردة الدروس مكثفة عليه، وبضغط ان والده في البيت برضه بيحتك بيه، انت عملت ما عملتش، انت دي ما عملتهاش، انت دي عملتها. فهنا الولد، انا عايز برضه اكون رحيم بالولد، وازاي ان احنا نقول لاولياء الامور ابنك عليه ضغط نفسي رهيب، اكيد الكورونا قاعد في البيت ما بينزلش ما بيروحش دروس، قاعد عليه اضطراب نفسي رهيب جدا وخوف من امتحان الثانويه العامه، انا هنزل ازاي واروح امتحن، خايف من امتحان الثانويه العامه. عموما الثانويه العامه هي رعب للاولاد، طبيعي. ازاي ان انا اقول له يا ولي الامر حاول اللي انت بقدر الامكان، ابنك عليه ضغط نفسي، حاول تخفف عليه المواضيع، يعمل ايه الاب على اساس ان هو يخلي ابنه في وضع نفسي معتدل؟ الحقيقة الأب هنا عليه أنه يقوم بجميع الأدوار، هيقوم بدور الأب الطبيعي اللي هو كان بيقوم بيه، هيقوم بدور التوجيه التربوي مكان المدرس، أنه هو اللي هيبقى مباشر للولد،
يبتدي يتابع معاه، يشوف معاه حتى لو في اونلاين مفيش مانع ان هو يطلع معاه ويتابع مع المدرس. هيحاول ان هو يكف اذى البيت كله عن ان هم يشوشروا عليه وان هم يعطلوه مع الام طبعا. تمام. استاذ هاني، الازمه اللي احنا بنمر بيها دي هي اللي هتبين ان احنا كنا ماشيين عشوائيين ولا كنا ماشيين فعلا بندرس الامور قبل ما تحصل وبندرس حياتنا تمشي ازاي. ونسبه العشوائيه فعلا ظهرت عند ناس كتير، ودي فرصه جزا الله الشدائد كل خير ان هي بتبين معادن الناس من ناحيه وبتبين بتديني طاقه لما هو قادم، يعني لعله خير. خلي بال حضرتك، يعني لعله لو ما حصلش ازمه كورونا دي كنا احنا ممكن نكون ماشيين في الهلاك واحنا ما نعرفش. ايوه. وممكن يكون في ازمه اكبر منها كانت هتحصل واحنا ما نعرفش. الحمد لله لطف بينا وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا حديث الرسول العظيم عايز برضه ابشر الناس بيه عشان يهونوا على انفسهم. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، ولا يكون ذلك الا للمؤمن. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اذا اللي احنا فيه طالما احنا مؤمنين بالله فهو خير. حتى لو حاجه مش متريحناش، لا ممكن تكون في ظاهرها مش مريحاك لكن هي في باطنها خير ليك، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فالبيت اللي فيه ثانويه عامه احنا كلنا كده كتيبه تعاون علشان نعدي بيه الثانويه العامه على خير. ومش هننظر زي النظرة الطبيعية المجموع اللي احنا كنا نرجوه والكلام ده كله، لا احنا هنساعده بس سواء الولد او البنت. انا بقول لأولياء الامور اهو من خلال برنامجك، الولد والبنت السنة دي مش هينفع نحاسبهم المحاسبة الطبيعية لان هم وضعهم مش طبيعي. هم وضعهم يعني كان في بعض الطلبة بتستقي نفسيا من لقائها لزمايلها، عارفين ده بيفهم ده حاجة، ده بيشرح ده حاجة، ده بيواجه ده حاجة. التليفونات والميديا مش لا تكفي، اللقاء الشخصي ده كان بيبقى أهم. بالإضافة إن المدرسين كانوا بيعملوا مجموعات متألفة، يعني يقول لك هات الخمسة دول مع بعض عشان بيبقوا متفاعلين مع بعض. الكلام ده كله ما بقاش موجود. مين اللي هيقوم بيه؟ الأسرة وأخواته. بقى فاهم كده في حالة طوارئ. فاضل شهر تقريبا، قرابة شهر على الامتحان، احنا هنقف كلنا جنب الولد أو البنت اللي عندها ثانوية عامة ومش هنقول له كده، هنقول له اعمل اللي عليك يا ابني وربنا إن شاء الله هيكافئك على تعبك. يعني ما نعملش عليه ستريس إن احنا نقول له لازم تجيب مجموع، أنت كذا، أنت لازم تخش كلية كذا، أنت ممكن ده يكون رد فعل سلبي على الولد. لا بصراحة بصراحة يعني عايز أقول لحضرتك مش عايزه يجيب المجموع ويخرج عنده عاهة نفسية. مع كامل احترامي. حضرتك بتشوف ناس في كليات قمة أحيانا وبيكون تحس إنه مش طبيعي من الضغط اللي حصله في الثانوية العامة. ممكن يقول لك أنا والدي هو اللي أرغمني على ده. بالضبط. أو والدتي أصروا إن أنا أطلع كذا، أخش كلية كذا. هو ممكن يكون عنده موهبة في مجال ما. أكيد. عاوز يدخل كلية فنون جميلة مثلا. أكيد. ووالده يدخله غصب عنه هندسة. فليه احنا كاولياء امور ليه ما بنسيبش الولد احنا نوعي ونقول له ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه؟ دي مشكله. ونسيب الاختيار للولد، يعني احنا طالما عنده موهبه ليه ما نمشي الموهبه بتاعته؟ هقول لك سببها يا استاذ. هو طبعا اللي بتقوله حضرتك ده مطبق في المجتمعات اللي هي راقيه فكريه. انا بحثت في الامر ده من قبل الكورونا القديم يعني. فوجدت سببه للاسف ان احيانا الاب او الام بيبقى عايز يحقق اللي كان هو نفسه فيه في ابنه، وهو مش واخد باله ان ابنه ليه طموح تاني. فهو كان مثلا نفسه انه يخش السلك الشرطي، عايز يبقى شرطي، او عايز يبقى جيش، او عايز يبقى طبيب، وما حصلش نصيب ليه. واخد بال حضرتك؟ يبتدي يدفع في ابنه الـ 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 الرغبه بتاعته هو، او الام تدفع بنتها الرغبه بتاعتها هي. مفيش مانع خالص، لكن لازم برضو اشوف الولد هل ليه ميول اخرى. وليه احد طبعا لاصدقاء قامات فكريه طيبه، بنته جابت مجموع قمه لكن سابها تختار رغم انه قدامه مجال عمل في نطاق معين، وقال لها خشي المجال ده هتبقي كويسه فيه لان هو فيه. قالت له لا يا بابا، ويقدر يساعدها. قالت قالت له لا يا بابا انا حابه كذا. فهي كده هتبدع طالما هي اختارت. وده مطبق في المجتمعات الراقيه. فنتمنى ان النصيحه اللي حضرتك اشرت اليها وقلناها من خلال البرنامج ده الناس تستجيب ليها. انصح ابنك وواجهه وبنتك، لكن سيب لهم هم اراده في الاختيار، وهم ان شاء الله هيبدعوا لان هم اللي اختاروا. طيب في نقطه برضو بلاحظها جميله جدا، وديت انا باخدها من مسلسل كان في رمضان، مسلسل الاختيار. نعم. بعديها انا شايف ان معظم الطلبه اللي هم في ثانويه عامه السنه دي
شوف رغم ان هم شافوا برضو اكيد شافوا المسلسل وفي ناس كتير شافت المسلسل، الاب والام شافوا ازاي الجندي المصري واللي على سينا، شافوا الضابط المصري، شافوا دول ازاي كانوا بيدافعوا لاخر قطره من ارواحهم ونفسهم ودمهم في حمايه المجتمع المصري او في حمايه الدوله، في حمايه ارض سينا. رغم كده لما بتيجي تكلم ولد في ثانويه عامه يقول لك انا عايز ادخل كليه الشرطه او كليه الحربيه. انا من وجهه نظري شايف ان ده ما اثناش الطلبه الشباب المصري لسه طالع 16 سنه ولسه داخل ثانويه عامه وطالع من الثانويه العامه، ما اثناهوش ان هو يقول لك لا دول بيموتوا، لا انا مش هدخل انا خاف. لا ببص الاقي ان الولد عايز يدخل كليه الشرطه. الارهاب موجود من سنين، ومن السنين اللي فاتت كان الاب بيروح يسحب لابنه الدوسيه في كليه الشرطه وكليه الحربيه وعلى اساس ان ابنه يدخل كليه الشرطه او كليه الحربيه. انا بشوف ان الملحوظه دي هي الناس دي بتحب وطنها قوي. مهما كان ممكن ان هو يفقد ابنه، عارف ان هو بيقدم له في كليه الشرطه او كليه حربيه وعارف انه ممكن معرض، ربنا يديهم طولة العمر كلهم، ولكن معرض ان هو ابنه يكون كذا او كذا او يصيب او يصاب، ولكن في نفس الوقت بتلاقي بيجري مع ابنه علشان يروح يقدم له في كليه الشرطه او كليه حربيه. شايف ان الحته دي هطلع منها لحته حبي لبلدي، حبي الوطني، ممكن حتى لو الاب مش عايز يخش كليه الشرطه او الحربيه يقول لا انا عايز اخش كليه الشرطه او الحربيه. هنا ممكن بقى بيحصل تنافر، اب خايف على ابنه وفي اب حابب ان ابنه يدخل شرطه او حربيه. هنا الاب اللي بيقول له لا ما تخش شرطه او حربيه انا خايف عليك يجرى لك زي ما جرى، الولد مصمم. نقول للاب ايه هنا بقى؟ جميل. هو طبعا حضرتك لقيت ضوء على نقطه عظيمه خالص. بصراحه الحرب على الارهاب في الوقت اللي احنا فيه ده احيت روح 73، لان حب الجنديه كان موجود من ايام الزعيم جمال عبد الناصر وبعديه استنزاف ونحو ذلك. وبعدين 73 خلت الجندي لما كان بيتشال على الاعناق ويزفوه بهيصه وفرحانين بيه. فطبعا السنين الحقبه الزمنيه اللي بعدها يعني الامور دي يعني شبه ايه قلت، وبقى في ناس شباب كمان ما يحبوش يخشوا الجيش، يعني يحسوا ان هو حكم نفسه وكلام زي كده ويحاولوا ان هو ايه يتفادى، وكان في تاجيلات بتبقى الدوله عاملاها. تمام. فالحرب على الارهاب احيت روح 73 مره ثانيه، وده امر ايجابي جدا جدا. ليه؟ احنا شعب جندي اصلا. احنا شعب جنود خير اجناد الارض. يعني طبعا الحديث ده ايا كان او كان مقوله موروثه، لكن فعلا الجندي المصري حقيقي متفاني. وكانت الروح دي كمان لما قرأنا التاريخ لقينا انها مش في الجنود بس، ده روح الجندية يعني مش في الزي والميري الحقيقي، لا كان في جبهة شعبية، الشيخ حافظ السلامة والسويس وبورسعيد. كان في حاجة اسمها الجبهة الشعبية، دي بيطلع فيها ناس مدنيين متطوعين بإشراف الجيش برضو، أهل القناعة عموما يعني بإشراف الجيش معاهم برضو، وتسليحهم تسليح ميري، واخد بال حضرتك؟ فكانت روح الجندية موجودة. فالحرب على الإرهاب أحيت الروح دي مرة أخرى، وطبعا تجسيد الروح والحرب دي في عمل فني درامي ده امر ممتاز، زي برضو الافلام القديمه بتاعت الحرب اللي بينت حرب اكتوبر محتاجينه جدا. لان مصر معروف ان هي جبهه، ومصر هي جيش الوطن العربي الاسلامي اصلا، مصر دي الحقيقه يعني. فالحمد لله بقى نقول للاب بقى نقول له حلم ابنك انه يكون دكتور، او انت حلمك ان ابنك يكون مهندس، برضو حلمه ان هو يكون مدافع عن وطنه، يكون ضابط، يكون ثغر من الصغور. بالاضافه ان انت ما فيش مانع ان ابنك يكون مهندس وضابط في نفس الوقت، انت ممكن يكون الامر ده متاح ويتحقق له الرغبتين. تمام. فلا، ابنك النهارده لما يكون عنده رغبه في حاجه زي كده لازم انت تدعمه. تمام. ليه؟ لان انت بتتوجه بهذا الامر، وبيكون طيب. شرف للعائله كلها. طيب هناخد ممدوح ونرجع لحضرتك تاني. استاذ ممدوح اتفضل. استاذ ممدوح ازيك يا فندم؟ اهلا وسهلا بحضرتك. كل عام وانتم بخير. وحضرتك بخير يا فندم، اتفضل. نتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يعدينا من الغمه دي على خير. اللهم امين يا رب. مصر ام الدنيا تفضل بخير امن وامان طول الوقت يا رب العالمين. اللهم امين يا فندم، اللهم امين. يعني يا فندم حضرتك احنا قضينا جيش وكنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احنا جيشنا يكون في اليومين دول في سينا. الله الله الجمال. اولا احنا قضينا جيش ووفينا جيش. تمام. وعندي طفل صغير وان شاء الله غير مقاطعه، يعني كنت اتمنى ان انا اقضي جيشي في سينا، اللي احنا لازم ندافع عن التراب ده، اللي احنا مالناش وطن غير مصر. وتعيش مصر
برئيسها بجيشها وربنا يحميها ومحميه مع عند ربنا باذن الله. ربنا يبارك في حضرتك. وهي دي الروح بتاعة المصريين فعلا اللي هم بيخافوا على بلدهم، واللي قضى جيش بيقول لك شفت ايام في الجيش بيفتكر ايام الجيش بتكون احلى ايام في عمره. فارقة. وانا بالعكس ده انا بحكي لاولادي وبحكي للشباب. شكرا ليك يا استاذ ممدوح. شكرا استاذ ممدوح. لي نصيحة هقولها له. اتفضل. بحكي لاولادي وبحكي للشباب اقول لهم ان اللي دخل الجيش غير اللي ما دخلش خالص. طبعا علاقات، عمل علاقات على مستوى الجمهوريه من اصدقاء بتوع الجيش، ذكريات التجنيد والرجوله اللي اتعلمها والاعتماد على النفس. وعايز اقول لحضرتك بضرب مثال احيانا واتحدى بيه الضيوف اللي بتكلم معاهم في محاضره وغيره. اقول له في ولاد كتير جدا كانوا يعني متجرئين على ابوهم وامهم قبل الجيش، يعني بيزعق شويه يتعصب شويه، لكن بعد مركز التدريب ال 45 يوم عمل ايه يا استاذ هاني؟ جري على ايد رجل على رجل امه يبوسها في طبعا الزياره. طبعا. وخرج بقى حد تاني خالص. وهي الام والاب يقول لك لا ده بعد الجيش بقى حاجه تانية. اتغير. حقيقه حقيقه. عرف قيمه بيته وعرف قيمه امه وابوه، بقى فعلا اتشد وبقى راجل زي ما بيقول. هو حضرتك الجيش بيربي رجاله زي ما بنقول. حقيقة فعلا. حقيقه حقيقه. يعني انت من اول يوم بتخش في الجيش مركز التدريب، اول ما بتقلع لبسك الملكي وتلبس لبس مركز التدريب الميري ال 45 دول، ال 45 يوم دول عمرك ما هتنساهم في حياتك. طبعا دروس وتدريب بيخلوك بني ادم تاني. شفت بقى؟ بيخلوك بني ادم تاني. تعرف يا استاذ هاني احيانا بتكلم مع شاب مثلا يكون سن 30 ولا حاجه ومن كلامه اقول له انت ما دخلتش الجيش. على طول يقول لي ايوه عرفت منين؟ لا ليهم مواصفات مختلفة في حاجات معينة بنعرف منها ان هو للأسف ما تحملش مسؤولية نفسه. ما تحملش صح. مسؤولية صح. وحضرتك شكلك ليك تجربة. انا كانت ناجحة. تجربة جميلة ناجحة. في الجيش والله. يعني انا من سلاح حضرتك ايه؟ كنت مدفعية. انا سلاح إشارة. والجيش خلاك تعرف يعني ايه. احنا كنا زمان يعني زي اي حد في البيوت واخدين ان احنا ناكل الاكل السخن، الاكل الطازه، الاكل ونتخانق ولا ده اشمعنى ده وده برد وده. انا دخلت الجيش خرجت بعد اول اجازه من الجيش، والدتي الله يرحمها بتقول لي اعمل لك تاكل ايه؟ رحمها الله. قلت لها لو عندك اكل حمضان هاكله اي حاجه. يعني شوف بقى لو عندك اي حاجه بايظه هاكلها، يعني لو جبت عيش ناشف هاكله. فبقت تستغرب جدا، مش هو ده اللي احنا كنا شايفينه من 40 يوم ولا 45 نفس يوم؟ نفس الروح دي ترجع. فدي بيعلمك ازاي تكون راجل. وده اللي خلى الروح بتاعه جنود نفسينا اللي هم يقفوا ويدافعوا. ما حدش ساب سلاحه ومشي. طبعا طبعا. يعني ما حدش ساب سلاحه ومشي، ما حدش هرب من المكان، ولكن سبته. وكانوا يعني انت ما بتسمع التسجيلات لا ده لاخر لحظه واقفين بيدافعوا عن المكان اللي هم فيه. دي كانت طبعا تسجيل يعني تسجيل حي. يعني هنقول لا بنقول مفبرك ولا كاني ولا من، ولكن ده خلى الناس كلها قاعدة بتبص للمسلسل ان هو لا احنا لازم لو قالوا لنا قوموا حاربوا دلوقتي هنبقى جاهزين. هنبقى جاهزين. احنا سمعنا استاذ ممدوح المواطن بيقول لك انا خلصت الجيش وكان نفسي اروح الجيش تاني. يا سبحان الله. يعني ده برضو يعني ذكرياتنا مع الجيش. الجيش تعب والجيش بيعلمك وبيقومك الصبح بدري، بس بيعلمك اكيد اكيد بيربي فيك ازاي تكون راجل فعلا، ازاي بتكون راجل. مرحله مفيده. ويكفي الصحبه اللي انت بتطلع بيها من بعد الجيش. ما تنساهاش خالص. ما بتنساهاش عمرك. جميع المحافظات تقول ده بتعلمك ده من الشرقيه، ده من سوهاج، ده من ده. وبتشوف عادات وتقاليد في الجيش جوه بيخليك بينسيك بقى. طبعا بينسيك والدك ووالدتك اللي انت سايبهم. بتطلع مشروع حرب، بتطلع لا بتحب الجيش فعلا، رغم ان في ناس بتدفع وصايت عشان ولادها ما تروحش الجيش. ما هي الثقافه في حقبه زمنيه في الثقافه فيها كانت مقصود ان روح الجنديه تروح من الشعب المصري. فاحنا نتمنى ان هي تتجدد. كان من ضمن حب الجنديه وده اللي بقوله بقى الاستاذ ممدوح ان شاء الله عشان هو الهديه بقى مش اتصل بينا، ان كان زمان كان اي طفل يا استاذ هاني اللي هو المرحله بتاعتي انا ممكن تكون مرحله حضرتك برضه كان اي طفل يقول لابوه انا عايز بدله ضابط. تفتكر؟ أيوة. وكان المحلات بتبقى حريصة في الأعياد ونحو ذلك إن يبقى فيه طفل صغير لابس بدلة بيضة كده مقاسات بدل شرطة وجيش. الكلام ده شبه انعدم. شبه ما شفتش طفل النهارده كله بيلبس بقى اللبس العادي. لأن كان الروح اختلفت وفي توجيه معين اختلف. لا أنا عايز النهارده تجسيد شخصية أحمد المنسي الشهيد بإذن الله، العقيد أحمد المنسي، وصوته اللي سمعناه لحد آخر نفس بيقول أنا موجود لحد آخر نفس، مش هنسيب زمايلنا الشهداء، مش هنسيب التبة لحد، بصوته الحقيقي يحيي الروح دي مرة تانية. وفعلا احنا لازم ندعمه لأن مصر كلها جيش طبعا من أيام الفراعنة ومصر كلها جيش.
فلابد الروح دي تكون موجوده وهتكون ايجابيه ان شاء الله، ويبقى شبابنا رجاله احسن من الاول ان شاء الله. والله يعني في بعض الطلبه بيقول لي انا ما دخلتش جيش، ولكن بيقول لي انا دخلت في الجامعه 15 يوم اللي هم الفتره العسكريه. بيقول لي انا ما دخلتش جيش عشان كنت وحيد مش بايدي، ولكن لما دخلت ال 15 يوم وسمعت الضابط بيقول لي روح وتعالى واعمل كذا وصفا وانتباه والحاجات اللي عملتها، اتمنيت ادخل الجيش. روح جميله طبعا. تخيل بقى اتمنى يدخل الجيش مع انه هو وحيد. نعم. مالوش اخوات، ولكن زرعوا فيه روح ان ازاي احب بلدي، ازاي احب الجيش بتاعي، ازاي احب. احنا بنشوف ضباط وبنشوف جنود بيبقوا راجعين وبيبقوا رجاله قوي بتوع الاقاليم، شرقيه، سوهاج، اسيوط، الناس دي الشباب دول بيقعد في الجيش ممكن يقعد بال40 يوم وال50 يوم وال80 يوم ما ينزلش اجازه بعد المسافه احيانا، ما بينزلش وقاعد زي ما يكون في بيته. نعم. هو الاقاليم في عموما بيبقى عندهم من صغرهم تحمل مسؤوليه شويه، بيشتغلوا مع باباهم في الغيط او في غيره، فعندهم تحمل مسؤوليه شويه، زائد بعد المسافه بتربيه برضو ان هو ايه مجبر على ذلك. انا كنت عايز الفت نظر لحاجه يعني يمكن كتير من الناس ما تاخدش بالها منها، ان الصحابه كانوا بيقفوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم جيش كلهم. مفيش مدني جيش، كلهم جيش. يعني ما ياخدش باله كتير من الصحابه كلهم جيش. دي معلومه برضو معلومه برضو انا عن نفسي اول مره اعرفها. خلف سيدنا النبي مين عليه الصلاه والسلام كله بيعد العده ويخرج مع سيدنا الرسول. ايوه. مفيش حد الا الكبار في السن او المرضى بس. تخيل بقى لما امه كلها جيش. فالروح دي لازم تبقى موجوده، ودي اللي هتخلينا فعلا نصمد امام استهدافنا، استهداف مصر خاصه من عدونا الصهيوني ومن عدونا غيره الشيعي وغيره نحو ذلك. فنربي اولادنا على ذلك. هي مصر ان شاء الله محميه بالله سبحانه وتعالى، بيحمي مصر وبيحمي شعب مصر ان شاء الله. احنا نتمنى ان الاسر في مصر كمان، يعني هي كل اسره هي مجتمع مصغر. شبيه للمجتمع الكبير وهو المجتمع المصري. في أسر بيبقى فيها احتدام الخلاف بين الأب والأم كبير جدا، مشاكل بين الأب والأم على طول. الأم ممكن الأب بيكلمها الأم صوتها يعلى، الأب ما بيعجبوش الكلام بيبتدي صوته يعلى، النبرة تعلى. بيبقى فيه الطفل الصغير أو الشاب أو البنت اللي موجودة بتشوف دوت، بيبتدي ينعكس عليها انطباع سيء جدا، أو ينعكس عليه انطباع سيء جدا إن هو شايف أمه وأبوه في الاحتدام ده او الخناقه دي اللي بينهم. نعم. انا عايز اقول لكل اب ولكل ام ازاي يحاولوا يتلافوا هذا الخلاف اللي بيبقى بينهم قدام الابناء. والله هو انا ما اظنش ان الاب والام قاصدين، لكن للاسف هم ما عندهمش وعي تربوي كافي. يا فندم قبل ما تخلف انت شخص وليك حريات وقيود، وبعد ما تخلف انت شخص تاني ليه حريات وقيود تانية. يعني انا هقول لك بكل بساطة، هل انت بتاخد حريتك انت وزوجتك لما يكون في اولاد زي ما كانش في اولاد؟ اكيد لا. الاجابة لا. تمام. اشمعنا في الكلام واشمعنا في المشاكل؟ ما هو نفس الكلام، في كلام ما ينفعش تعرض قدام الاولاد، وفي مشاكل ما ينفعش تعرض قدام الاولاد، وفيش يعني تشاحنات بينك وبين زوجتك ما ينفعش تبقى قدام الاولاد، مش سنهم ومش مش 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 مسؤوليتهم ان هم يعرفوا مشاكلكم بالطريقه دي. انا شفت نموذج نفسي يتكرر بصراحه. اتفضل. نموذج سيده بتدعي لباباها ومامتها ان هم ما اطلعوهاش على مشكله من مشاكلهم وهي صغيره. تقول انا يكفيني من بابا وماما ان انا ما كنتش بعرف مشاكلهم، كانوا بيحلوها مع بعض من غير ما احنا نعرف حاجه انا واخواتي. شكرتهم وهي عندها 40 سنه، واخد بال حضرتك؟ فانا بصدر الامر ده. انت تخيل بقى انت ابنك اللي شاف منك مشاكل مع امه بيبقى مفزوع ازاي. يا ريتك تشوفه بيجري في جنب ويقعد يسيب اللي في ايده وعمال يسمع ومستنيكوا تخلصوا. بصراحه انا شايف ان ده شبه تسيب في الامانه اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها للزوجين. طيب دكتور شريف، في حاجه كمان مهمه جدا. النهارده لو الزوجين انفصلوا عن بعض وبينهم اولاد، بنلاقي ان في مشاكل بتحصل وده بيأثر في نفسيه الاولاد ولو كانوا صغيرين مثلا. نعم. ان الاب بياخد الاولاد يقول لك لا، بيتعنت ويقول لك لا طالما احنا انفصلنا انا هاخد الاولاد، ويبتدي يورث للاولاد
الكراهية ان الام هي اللي سابتكم وانتوا صغيرين وحصل منها كذا كذا، وهي لو بتحبكم كانت تفضل معاكم، فبيبتدي يزرع ده في الولد الصغير. نعم. يبتدي يسبب له كراهية للام. نعم. شايف ان النهاردة لو الاب والام انفصلوا لابد ان يكون هذا الانفصال حتى بالمعروف وما نأثرش على الأولاد دول. نعم. وإزاي النهاردة أنا الأولاد دول في حضانة أمهم. نعم. إزاي أنت بتاخدهم من الحضانة. نعم. وتهددها أنت لو انفصلتي أنا. نعم. هاخد منك الأولاد. الحقيقة أستاذ هاني أن الناس بتتزوج على سنة الله ورسوله وبيطلقوا على سنتهم هم. يعني هو مجبر في الزواج أنه يتبع الشريعة. لكن في الطلاق للأسف مفروض هو مجبر يتبع الشريعة، ان ده هو المفروض، هو الطلاق على سنة الله ورسوله برضه، ما هو ربنا اللي شرعه ورحمة علينا في بعض الأحيان، في بعض الأحيان. لكن اللي إذا استحالت العلاقة بين الزوج والزوجة خلاص، الناس بتعمله كده يا فندم. الناس ما بتعملش كده، الناس بتبقى حرب وبيستخدموا فيها كل الأسلحة الغير مشروعة. يعني زي ايه؟ زي إن انه يدعي على زوجته امور ما حصلتش، وهي تدعي عليه امور ما حصلتش، ما دي أسلحة غير مشروعة. وفي الخلع بتقول كلام ما حصلش مثلا، وهو ممكن يدعي عليها بعض الامور طعنا على القضيه اللي هي رافعاها. ده بقول لك ده هو ده لسه ما جيناش ناحيه الاولاد اهو. فبطلاق مش على سنه الله ورسوله اللي انتوا عملتوه ده للاسف. في الاسلام عمل حاجه اسمها الطلاق، طلاق الاسلام طلاق حميد. اللي هو ايه؟ بالمعروف. بالمعروف ده طلاق حميد، يعني احنا ما حصلش نصيب ان احنا نكمل، وده كان على نطاق ضيق جدا جدا في مجتمع الصحابه، ما كانش كتير. كان قليل جدا جدا، ربنا شرعه واحنا بشر. فموجود، لكن يكون على سنه الله ورسوله كيف فعلوه؟ نفعل زيهم، لازم نخرج بالمعروف. طيب اللي على ارض الواقع الا من رحم الله، لا دي بتبقى حرب غير شريفه. تمام. بيجني ثمارها، بيجني عواقبها الأولاد. وبيكون أحيانا الأولاد من ضمن الأسلحة الغير مشروعة. تمام. إزاي؟ زي حرمانهم زي ما حضرتك قلت، وشحنهم ضد من الأم ضد الأب، أو من الأب ضد الأم. من الأب ضد الأم. أنا بقول عشان بس موجز كده مختصر، يا أم الأولاد، حتى لو أبوهم وحش وظالم هم ملهمش ذنب. لازم صورة الأب تفضل صورة، هو مش عايز يعرف مشاكلكم الطفل، وعايز بابا جميل وماما جميلة. تمام. وممكن تعرضي الأمر ده على أخصائي نفسي أو أخصائية نفسية، توجهك تعملي إيه. هم ملهمش ذنب. بقول برضو لأبو الأولاد، يا أبو الأولاد، حتى لو أمهم وحشة، فأنا بطرد الأسوأ يا أستاذ هاني، حتى لو أمهم سيئة وهم ملهمش ذنب. أنتوا اخترتوا بعض، لكن ربنا هو اللي اختار لكم الأولاد سبحانه وتعالى وعز وجل. فاتقوا اللي اختار الأولاد، اتقوا الله. في ناس يا أستاذ هاني سنين طويلة بتبحث عن طفل ما بتلاقيهوش. فلما ربنا سبحانه وتعالى يهب لك ذكورا أو إناثا، دي أمانة هتحاسب عليها. والله لو ما بتقضي فروض ربنا كلها وما قمتش بالرعية اللي ربنا قال لك عليها سبحانه وتعالى وكفلك بيها، كلكم راع وكلكم مسؤول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هتتحاسب على أولادك دول. شح، مفيش حاجة اسمها. بقول لك لو هم وحشين فعلا بنطلع الولاد من القصة دي خالص. تخيل حضرتك كويس أثرت نقطة، عارف سيادتك بارك الله فيك، أزمة الكورونا دي كشفت فساد ناس على علم. يعني متعلمين ليسانسات وبكالوريوسات وماجستيرات كمان. طبعا الأب والأم منفصلين وليهم ميعاد أسبوعي في الرؤية في مركز شباب. طبعا دلوقتي مفيش إيه، مركز شباب مغلق خلاص. انا مفيش. يبقى تخيل في اباء من اول ازمه الكورونا الى النهارده الى الان لم يروا ما يشوفوش ولادهم. والشكاوى يعني، وعلى طول حسبي الله ونعم الوكيل، وعلى طول دعاء. طب انت هتقولي ربنا، هتقولوا له اصل كان في ازمه مركز شباب مش عارفه. لا، لو عايزه مش عارفه توريهم لابوهم تخليهم يشوفهم، لو عايزه انه يشوفهم هتخليه يشوفهم. دي صله رحم يعني، فضلا عن حقه في رؤيه ابنائه. ازاي ما يشوفوش الفتره دي كلها؟ طب هناخد محمد ونرجع لحضرتك. بارك الله فيك استاذ محمد، اتفضل. استاذ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. سامعك، وطي التلفزيون. مساء الخير يا استاذ. اهلا وسهلا، اتفضل. وعلى الاستاذ شريف، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ شريف كل سنه وانت طيب وحضراتكم طيبين. وحضرتك بخير يا فندم. معاك الحاج محمد العماري من الخصوص. اهلا العمده، اهلا اهلا.
ازيك يا شيخ؟ عمدتنا الحاج محمد. الله يخليك، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب وبخير وصحه وسلامه يا رب. يا استاذ شريف، انا بحييك على البرنامج اللي انت بتطلع فيه وتتكلم فيه على مشاكل الزوجيه وعلى الحياه وعلى تعب الاطفال بين الاب والام. نعم. وده شيء جميل جدا، المفروض كلنا نبحث عن المشوار ده، لان المشوار ده فيه اطفال كتير متضرره. نعم. فيجب على الاب يتحمل، لان هو رب البيت. نعم. هو زي ما بنقول احنا عمود البيت، فيجب على الاب يتحمل شويه، يعمل كالطبيب المعالج. نعم. يعالج اسرته عشان خاطر اولاده ما تتشردش، لان ما حدش بيخسر غير الاولاد. نعم. نعم. الزوجة بتتزوج وتعيش حياة، والزوج يتزوج ويعيش حياة. نعم. وفي الآخر الأطفال تترمي من هنا شوية وتترمي من هنا شوية، واخد بال حضرتك؟ وهي اللي تدفع الثمن. نعم. طب مين مسؤول على الأطفال دي؟ المفروض الأب. نعم. لأن كل الراعي مسؤول عن رعيته. نعم. وهو الأب المسؤول عليهم. طب الأب هتقول لي مسؤول أعمل إيه؟ أقول لك تحمل شوية، عالج. عالج الزوجة، ده صح وده غلط، وتحمل مرة وعديها مرة ومشي الدنيا مرة. مش كل شوية طلاق وخناق، وده يتطلق وده يتطلق، والعيال تبنى الشوارع وتتبهدل. طيب يا حاج معاك يا فندم، بارك الله فيك. حاج محمد، عايز اسالك سؤال. شايف المواضيع اللي احنا بنطرحها في برنامجنا في قناه الصحه والجمال مواضيع بتهم كل اسره مصريه؟ ايوه يا باشا، الصحه والجمال دي قناه جميله جدا جدا، وانا مره طلعت فيها انا والاستاذ شريف. اهلا وسهلا. برضه على مشاكل الزواج كان مع الاستاذ عمر. ايوه، واخد بالك؟ واحلى حاجه في القناه ان هي بتمس البيت المصري، مشاكل البيت المصري، ومشاكل البيت المصري كثيره ومتوفره. 90% في مصر مشاكلها في البيوت. فلازم احنا نقول يا جماعه تحملوا شويه. تمام. تحملوا يا اهل البيوت، تحملوا شويه. بتتابع لما انت في الشغل بتتحمل وتقول حاضر ونعم، تحمس بيتك. طيب، بتتابعوا القناه في كل برامجها وخاصه البرامج اللي بتهم الاسره المصريه، وازاي أيوة بتديكوا الحلول ليها؟ قناه الصحه والجمال انا بتابعها على طول. تمام. بالذات في المشاكل الزوجيه ومشاكل البيوت. تمام. لان هي الواقع، هي جايبه الواقع اللي احنا عايشينه. تمام. هي احلى حاجه في القناه ان هي جايبه مشاكل البيوت، ومشاكل البيوت دي كلها بتعاني منها. فشيء جميل في القناه ان هي جايبه مشاكل البيوت، انا قاعد اسمعها وده قاعد يسمعها. واخد بالك؟ وبرضه طالبين منكم طلب صغير. اتفضل يا فندم. في اخر القناه، في اخر البرنامج، ندي موعظه مثلا او ندي وعي لرب البيت. حاضر. نقول له يا اخي تحمل، يا اخي عالج البيت. انت حضرتك اديت الموعظه خلاص كده، انت قلت للناس اهو بكلماتك الموجزه، قلت لهم للاب يتحمل. انت 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 اديت الموعظه خلاص. شكرا لحضرتك حاج محمد، شكرا ليك يا فندم. طبعا احنا بنسعد بان الساده المشاهدين بيكون متابعينا ومتابعين برامجنا، وان هم بيبقى عندهم بيحسوا ان احنا بنمس كل اسره مصريه. نعم. سواء كانت في الريف او في القاهره او في اي محافظه من المحافظات. نعم. احنا مواضيعنا بتكون مواضيع شامله، مواضيع تهم الاسره المصريه. ازاي ان احنا بنحاول بقدر الامكان المشكله بنلقى عليها الضوء، ما بنسيبش المشكله تتفجر، لا احنا بنحاول بنجيب الباحثين المتخصصين لحل هذه المشكله. نعم. سواء بالنسبه للاولاد، سواء بالنسبه للزوج، سواء بالنسبه للزوجه. ومش عايزين نحط راسنا في الرمل برضو قاعدها تاني ونعمل زي النعامه، لا، احنا عايزين نفجر المشكله، لان انت بتفجيرك لهذه المشكله انت بتحافظ على الاسره. اكيد اكيد، بتحافظ على البيت وعلى الكيان. ولكن لو فضلنا الاب في حته والام في حته والاولاد في حته، هتفضل المشكله قائمه، مش هنعرف الحل فين. زي مريض مش عارف، بيقول لك انا تعبان وفي حاجه تعبانه ومش عايز يروح للدكتور، فعمره ما هيخف. نعم. لانه ما راحش للطبيب اللي يقدر يعالجه ويعرف مكان الالم فين ويبدا يديله الدواء كده. احنا عاوزين الناس يبقى دور المرشد الاسري او الباحث الاسري اللي بيبحث في شؤون الاسره يكون ليه دور. زمان في المدارس كان الاخصائي الاجتماعي كان بيبقى ليه دور كبير قوي. طبعا. وعايزين نرجع دور الاخصائي الاجتماعي، دور الباحث الاسري. لازم النهارده عندنا الاونلاين، عندنا القنوات المفتوحه، عندنا السوشيال ميديا، ليه النهارده ما يبقاش كل واحد باحث اسري عنده اونلاين، ازاي ان هو يدخل مع الاسره في المشاكل ويحاول يحللهم المشكله بتاعتهم. ايوه. يعني ليه النهارده ما نستخدم السوشيال ميديا
في ايجابيات، بدل ما انا النهارده افضل اكتب على السوشيال ميديا لقيت النهارده الام كاتبه كلام يحزن، الاب كاتب كلام يحزن، الابن كاتب كلام يضايق. طب ما هو انت في مشكله، انت كتبتي البوست ده يبقى انت عندك مشكله، الاب كتب البوست ده يبقى انت عندك مشكله. نلاقي جروبات عماله تتكلم تقول لك لو الزوج عمل كذا كذا الزوجه تعمل ايه، طب لو الزوجه عرفت حد كذا كذا الاب يعمل ايه. بحس ان الكلام دوت هو كلام بيدخل عشان يضرب في صميم الاسره. نعم. البوستات دي بتدخل الله اعلم دي بتبقى جايه منين، ولكن بتدخل عشان توضع الشك في الاسر عموما وخاصه الاسر المصريه. نعم. انا من خلال حضرتك انا عاوز النهارده يبقى ليه ما نبقاش احنا كباحثين للاسره يبقى لينا خطوط منتشره اونلاين نبتدي نوجه من خلال السوشيال ميديا بعمل حلقات على النت لوعي الاسره المصريه. نعم، هو طبعا الكلام ده موجود يعني، لكن في المحبط بيبقى مرصود ومقصود. البوستات المحبطه اللي حضرتك قلت عليها مقصوده، يعني بيكون ممكن يكون حد بيفضفض وممكن يكون حد قاصد ان هو يحزن المجتمع، واخد بال حضرتك. فطبعا احنا ايه كباحثين لينا انشطه فيه كتير، ناس نشيطه، بس هو عددهم قد ايه مكافئ لعدد الناس اللي بتتابع ولا لا؟ اكيد عددهم برضو مش كبير كافي. تمام. لذلك انا بنصح اي قامه فكريه ان هي لا تبخل بعلمها. كاتم العلم اثم. طب وايه تاني غير العلم؟ واحد يقول لك ما عنديش علم، وكاتم نجاحه اثم. ليه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يحب ان يرى اثر النعمه على العبد، واما بنعمه ربك فحدث. يعني قول لي نجاحك وتوفيق ربنا ليك عشان تصدر لي النجاح ده، فهتصدر طاقة إيجابية. تمام. يبقى كل واحد ربنا وفقه في شيء وعرف حاجة تعلمها يعمل بمبدأ الدين النصيحة. لمن؟ لله وللرسول ولكتابه ولأئمة المسلمين أو عامتهم. انصحوا الناس، وجهوهم للإيجابية، كل واحد في شريحته. يعني كم المدرسين دول كلهم دارسين تربويات يقدروا ان هم يواجهونا بتربوياتهم اللي درسوها، ما بيبخلوش. هي مساله بخل برضه. وزي ما قلت قبل كده ان السوشيال ميديا اساسها يعني مبني على ثلاث امور، مبني على التعارف، التواصل والتعارف، ومبني على مبني على التعارف والتواصل، تعارف التواصل اللي انا اعرفهم وتعارف اللي انا ما اعرفهمش، ثم الترفيه. انحصر كله في ايه؟ في الترفيه والنكته. الناس داخله تدور على النكته والترفيه. لا، تثقف، تعرف، شوف ناس قامه فكريه زي ما حضرتك قلت كده، عامل صفحه مثلا او عامل جروب، وابتدي شارك وتثقف واعرف عشان تنمي فكرك وترقى بالمجتمع وترقى بنفسك. تمام. فكل قامه فكريه او علميه ما يبخلش على المجتمع، يبخلش على بلده انه يرقى بيها ويصدر لها نصيحه. كل واحد ناجح في مجاله يوصف ازاي ربنا وفقك يا اخي، يعني احكي كده ان انت قصتك. قصتك ايه؟ احكي قصتك. بالضبط. ما هو ده كتب بتتكتب في الناس اللي ناجحه دي. فانت احكي للناس مدى توفيق ربنا ليك، وكنت انت بتبذل ايه وضحيت بايه عشان توصل، هتخلي ناس تقتدي بيك. فده هيكون حل كويس جدا، ومش هيبقى قاصر بقى على الاسريين ولا التربويين، على الناس الناجحه كلها. وابدا حضرتك يا استاذ هاني. والله احنا يعني انا اتمنى طبعا كلنا وحضرتك وكل الناس الجميلة تقول ايجابياتها. المواقف اللي حصلت معاك يا سيدي، قول موقف انت كنت فيه محتاج لربنا قوي ودعيته وربنا وفقك فيه. هتخلي انسان بيقرا عنده احباط او عنده مشكله يعلم ان ربنا سبحانه وتعالى هينجيه وهيعمل زي ما انت عملت، بيك بالظبط، ويقتدي بيك. يعني مثال صغير، قصه بسيطه جدا هتقولها او تسردها ممكن تسعد ناس، ممكن تكون سبب في ان واحد يعني يرجع عن طريق هو كان هيمشي فيه بموجز، يعني بقصه موجزه جدا. وده برضو انا بطلب من حضرتك فيه برضو، يعني بما انك باحث اسري، ان انت برضو دورك في السوشيال ميديا، انا بشوف دورك وبشوف حلقاتك وبشوف الحاجات اللي بتعملها، اللي انتوا دوركم برضو مهم جدا في ان انا ازاي اقدم الوعظ للناس. الوعظ مش ديني بس، الوعظ ممكن اقدم له وعظ ازاي يكون في حياته هو يقدر يقوم بخدمه المجتمع المصري. انا بشكرك يا دكتور شريف، نورتني النهارده واثرت الحلقه بحديثك الممتع الشيق، واتمنى ان شاء الله تكون معنا في حلقات اخرى ان شاء الله. شكرا لك يا دكتور شريف. اعزائي المشاهدين، في نهايه لقائي مع دكتور شريف العماري الباحث في شؤون الاسره، انا بشكره. تعرضنا لمواضيع كتيرة جدا في الحلقة، يا رب تكون ناس كتيرة جدا وشريحة كبيرة جدا من اللي شايفيننا يكونوا
اتأثروا بيها ويقدروا يعملوا الحاجات الإيجابية اللي قلناها. نتمنى لطلبة الثانوية العامة إن شاء الله النجاح والتوفيق، والأبهات يحاولوا يخففوا من على الأبناء، وإن شاء الله نتمنى لهم النجاح والتوفيق والرشاد والسداد والقبول، ونتمنى للشعب المصري السلامة إن شاء الله، وربنا يزيح الغمة عن الأمة ويزيح الغمة عن العالم كله وينجي شعب مصر ومصر وأهلها. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وعلى أمل الوعد أن يتجدد اللقاء في حلقات أخرى. كان معكم هاني الفرماوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.